يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تم دفن مجموعة كبيرة من الأطفال كلا في قبر لوحده، فهل أصلي على كل قبر وهذا فيه مشقة علي، أو يكفي أن أصلي صلاة واحدة عن الجميع؟ إذا كانت القبور أمامك تصلي عليها جميعا، أما إذا كانت متفرقة كل قبر يحتاج لصلاة، وهذا من باب الاستحباب، أما إذا لأنه إذا كان صلي عليها حصل المقصود، لكن من باب الاستحباب إذا كنت ما صليت عليها وتريد الأجر ما في مانع، فإن كانت كلها في قبلتكم توالية صل عليها جميعا، وإن كانت متفرقة فكل قبر له صلاته.